مسلسل عفك الخاطر الحلقة 13. ملاك وجراح كانوا قاعدين مستنين الشريك اللي المفروض هيجي دلوقتي. بتيجي هبة وبتسلم على جراح، بتقول لها ايه اللي جابك هنا ابعدي، لكنها بتقول لها انا الشريكة. وطبعا بتتصدم ملاك لما بتعرف ان الشريكة هي هبة نفسها، بتزعق في جوزها، وطبعا هبة بتاخد حقها منها، بتكب في وشها مية وبتمشي. طبعا هبة كانت مبسوطة جدا انها اخدت حقها. أما عيسى فبيشوف ورقة تهديد على عربية منيرة وبيستغرب، مش عارف مين ده. حور بتروح تزور سالم وبتسلم على فاطمة اللي ما كانتش طايقاها، وكمان قالت لسليمان إيه اللي خلاك تقول لها بعد طبعا ما مشيت. سليمان بيقول يعني ما كانش عارف، وبعد كده طلع يجري عشان خاطر ما يواجهش مامته. أما بالنسبة لملاك، روحت تتكلم مع أحمد وبتقول له إن أبوه بيوزع الحلال، وإن كتب نص الشركة ونص الأسهم للي اسمها هبة دي، فبيجن جنونه. أما منيرة بتتكلم مع عيسى وبتقول مين اللي حاططني في دماغه ومين اللي بيهددني، أنا طول عمري مسالمة، هيكون مين بس اللي بيبعت لي رسائل التهديد دي. أما هنا فبتقترح بسمة على جوزها إن هما يبيعوا البيت وياخدوا بيت تاني ويروحوا يلفوا بقية الفلوس كل العالم، بيقول لها أفكر. أما هبة بيطلع عليها أحمد بالعربية وبيزعق فيها وبيقول لها لو مروحتش بكرة وفسخت العقد انت حرة، وبيهددها، لكنها بتقول له ابعد عني وملكش دعوه بيا، وبتقول له ملكش كلمه معايا اصلا. بعد كده بتاخد العربيه وبتمشي، لكن طبعا في السكه كانت بتعيط وصعبان عليها نفسها جدا. اما حصه فقاعده بتفتكر مشعل وبتقول البنت اللي معاه دي يا ترى هتبقى مين، ممكن تكون خطيبته ولا مراته. اما هنا فاول ما جراح بيروح البيت وبيلاقي ملاك موجوده مع مامته، وطبعا مسخناها، بتقعد تتكلم معاه مامته وبتقول له ايه اللي خلاك تعمل كده، بيقول لهم مالكوش دعوه بيا، اعمل اللي انا عايزه، دي شركتي. بيتكلم مع مراته بيقول لها نسكتلك كتير، عاجبك تعيشي كويس عيشي، مش عاجبك اتفضلي، عشان انا زهقت منك، وقفتيني في مخفر قدام اخويا قبل كده ورميتي تهمه على مراته ما عملتهاش. اما بالنسبه لندى وشهد فخلاص جات لهم طلبيه وراحوا بسرعه علشان يكملوها ويطبخوها عشان يسلموها. وكانت ندى فرحانه جدا بشغلها الجديد ده. نلاقي بعد كده محمد قاعد بيتكلم مع اصحابه وبيقول قد ايه ان هو معاه فلوس كتير وبيعرف بنات، فصاحبه بيقول له بس اصرف على بيتك الاول، لكن طبعا ما عجبوش كلام صاحبه ده. اما بالنسبه لشهد دخلت عليه مامتها وهي بتتكلم مع واحده صاحبتها وبتقول لها ان ريم بتسال دايما عن صالح، بتقول لها مين دي اللي بتسال عن اخوكي، قالت لها ريم. بعد كده بتروح ندى بتتكلم مع صالح وبتقول له تعالى وصلني عشان اديك 10 دينار، بس كل مره بعد كده هتبقى بخمسه، وبيروح يوصلها بالعربية. ورايحين طبعا علشان يوصلوا الأكل بتاعها لأول زبون طلب أكل بيتي، وكانت فرحانة جدا إنها هتبدأ تشتغل وبتغطي بالنقاب علشان خاطر محدش يشوفها. بيخرج سالم وفاطمة بتعمل له عزيمة كبيرة جدا وعزمة أخواتها على العشاء. تيجي بدرية تتكلم لكنها ما كانتش طايقاها، ولا كمان باباها كان طايقها، لكنها بتقول يا بابا انا مش قادره اعيش حياتي، اتكلم معايا وسامحني. بيسامحها باباها، لكن امها بتقول لها اخرجي بره مش عايزه اتكلم معاكي بعد كده. اما بالنسبه للمحاميه شيخه قاعده بتتكلم مع عيسى، وكل مره بيقربوا من بعض وبيحكي لها عن حياته علشان خاطر طبعا تكتب الروايه اللي بتعملها على ضابط الشرطه. بيجي بعد كده سليمان وبيتكلم مع صالح وبيقول له خلاص انا هتجوز كمان اسبوعين. صالح بيفرح جدا لصاحبه سليمان. لقي بعد كده ان ندى قاعده بتتكلم مع جوزها وبتقوله على عزيمه اختها، لكنه بيقول لها مش عايزه اروح عندكم، يعني من حلاوتكم قوي من زينكم، وبيتريق على اهلها، وبتخلص الحلقه على